اهلا بكم في حلقه جديده من سلسله الجديد. معكم مقدم البرنامج بشار كيال في قناه جي كي تي في، واليوم راح نتكلم عن ملخص حدث يوبي سوفت فورورد. طبعا حدث يوبي سوفت فورورد كان جدا رهيب، وفي اشياء جدا رهيبه راح نتكلم عنها بهالفيديو، بس للاسف الحدث غاب عليه عنصر المفاجاه. معظم الاشياء اللي شفناها بالحدث تسربت قبل لا يبدا الحدث، نفس اعلان فار كراي وغيرها، بس مع هيك مع التسريبات كان الحدث جدا رهيب. طبعا بدايه الحدث كان بلعبه واتش دوغز ليجن اللي هي الجزء الثالث من سلسله واتش دوغز. عطونا عرض مطول، شفنا فيه طريقة اللعب، شفنا فيه أشياء عن القصة، وشفنا فيه مدينة لندن بالمستقبل. مدينة لندن بالمستقبل فوضوية ومسيطرة عليها من قبل فئتين أو أكثر. أحد الفئات هاي هم جيش ألبيون، وهالجيش هدفهم إنهم يسيطروا على مدينة لندن بأي طريقة كان. بعدين ورجونا عصابة بقيادة ماري كيلي، والعصابة اللي هي بتقودها تعتبر من أخطر العصابات الموجودة بالمدينة. فالشخصية اللي راح تلعب فيها بالقصة هي إنك أنت شخص بدك تجمع جيش بسيط من الشعب عشان تحارب جيش ألبيون وتحارب العصابة الخطيرة. طبعا مثل ما قلت لكم انه انت بتختار ناس من الشعب عشان يكونوا معاك بالجيش، وفعليا اي شخص من الشعب ورجونا بالجيم بلاي، اي شخص بتشوفه فينك تروح وتكلمه او بطريقة ما تخليه ينضم معاك وتلعب فيه. هذا شيء جدا خرافي، شيء ما شفناه باي لعبة. يعني اي شخصية تمشي بالشارع فينك تختارها وتتحكم فيها وتلعب فيها، شيء جدا رائع. ورجونا كمان انه الشخصية اللي بتختارها بتغير طريقة المهمة بشكل كامل. يعني إذا اخترت شخص هاكر وتكنولوجيا وكذا راح يخلص المهمة بشكل هاكر وتكنولوجيا، اخترت شخص خلنا نقول معضل وكذا راح يفوت ويضرب ويقتل. فيعني فعليا اللعبة فيها تنوع بشكل جدا كبير. وغير هيك ورجونا انه فينك تجند معاك ناس من الأعداء، إيه من الأعداء، من جيش ألبيون أو من العصابة، وتخليهم يشتغلوا إليك كجواسيس. اللعبة راح تنزل تاريخ 29 أكتوبر على أجهزة الجيل الحالي، وراح تنزل كمان على أجهزة الجيل الجديد. وبعدها شفنا إعلان جديد للعبة أساسين كريد فالهالا اللي راح تكون بعصر الفايكينج. شفنا العالم وشفنا طريقة اللعب، والبطل أو الشخصية اللي راح تختارها تكون باسم آيفور سواء ذكر أو أنثى. طبعا شفنا من الإعلان إنه القصة هي إنه بعصر الفايكينج أنت بالبطل أو البطلة اللي بتختارها تهجم على الأراضي الإنجليزية بهذاك العصر عشان تسيطر عليها وتأمن شعبك. والشيء الحلو كمان ورجونا بالإعلان إنه فعلياً أي منطقة بالعالم بتشوفها فينك تروح وتوقف عليها وتهجم عليها أنت وجيشك حتى لو ما كانت إلها علاقة بالقصة. والهدف من الهجمات هي إنك تسيطر على المناطق وإنك تأخذ الغنائم الموجودة فيها عشان تطور من شخصيتك أكثر. ويوبيسوفت وعدونا إنه اللعبة رح يكون فيها أسلحة متنوعة بشكل جداً كبير، فيها أعداء وانفايرومنت متنوعين بشكل ما شفناه بأي لعبة أساسين كريد قبل. وشخصيتك فينها تحمل سلاحين بنفس الوقت، يعني درع وفأس او اي سلاحين بنفس الوقت. وغير هيك شفنا من الاعلان انه اللعبة مو بس هجوم، نعرف الفايكنج همجيين وشغل انه هجوم، بس شفناه بالاعلان انه في بعض مهمات لازم تستعمل فيها تجسس نوعا ما، تتسلل لبعض المناطق. فشكله رح نشوف فيها اشياء ما شفناها من العاب اساسين كريد القديمة رح ترجع بهالجزء. والشيء الجديد اللي شفناه بالاعلان وما اظن شفناه باجزاء قبل هو الحروب على القلعات. في فعليا لقطات او بعض الاشياء شفناها بالاعلان حرب كاملة، قاعدين نقتحم قلعة ورماح وجيش وجايبين مطرقة، 6 جنود عم يحاولوا يقتحموا باب القلعة. فشكل اللعبة رح تكون حربية بشكل جدا خرافي. اللعبة رح تنزل تاريخ 17 نوفمبر على الجيل الحالي، ورح نشوفها كمان على الجيل الجديد. وبعدها شفنا اعلان جديد للعبة فار كراي 6، والمفروض يكون هو مفاجأة مؤتمر يوبيسوفت، بس للأسف مثل ما قلت بداية الفيديو الإعلان بالكامل تسرب قبل المؤتمر بيوم أو يومين. العرض اللي شفناه كان عرض سينمائي مو عرض جيم بلاي. شفنا فيه ممثل اسبوسيتو أو شخصية أنتون، والممثل هذا مثل ببريكنج باد وكان الشرير بمسلسل بريكنج باد وكان دوره جدا رهيب. فشكله هالجزء راح يكون دوره شرير من جد. ألعاب فار كراي بشكل عام دائما معروفة بالأشرار تبعها، ما يعني ما تتذكر الأبطال من ألعاب فار كراي، تتذكر دائما الأشرار، يجيبوا أشرار خرافيين. فشكله هالجزء راح يكملوا على هالشيء، وممكن حسب مشايف الإعلان راح يكون الشرير التوب منهم، دوره جدا خرافي بالإعلان. أحداث اللعبة راح تكون بجزيرة تيارا اللي محكومة من أنتون بشكل ديكتاتوري، وأنت راح تلعب بشخص اسمه داني لتقاتل هالديكتاتور. واللعبة راح تنزل بتاريخ 18 فبراير 2021
على الجيل الحالي والجيل الجديد. هيك خلصنا من كل الاشياء الاساسيه بالايفنت. خلينا نتكلم على الاشياء الفرعيه. اعلن انه لعبه بروهالا راح تجي على الاي او اس والاندرويد باغسطس القادم. شفنا بالمؤتمر بعض معلومات على لعبه الباتل رويال المجانيه من يوبي سوفت هايبر سكيب الموجوده حاليا على البي سي، الكل فينا يلعبها. حكوا كمان انه راح يكون في تحديثات واضافات لكل من لعبه رينبو 6 سيج، جاست دانس 2020، ذا كرو 2، ولعبه جوست ريكون بريك بوينت. فشي جدا حلو صراحه نشوف الاهتمام المتواصل من يوبي سوفت لالعابهم القديمه. واعلنوا عن لعبه جديده باسم توم كلانسي اليت سكواد. اللعبه راح تكون على الجوال، راح تكون موجوده على الاندرويد والاي او اس. وقبل لا يبدا المؤتمر اعلنوا انه لعبه واتش دوكس 2 راح تكون مجانيه لاي شخص راح يفوت على حساب يو بلاي ويشوف الحدث اللي هو يوبي سوفت فورورد. بس للاسف كثير ناس عانوا مشاكل، صار في ضغط جدا كبير على اليو بلاي وكثير ناس ما قدروا يفوتوا وما قدروا يحصلوا اللعبه. فيوبي سوفت قالوا انه خلاص اللعبه واتش دوكس 2 راح تيجي مجانيه للجميع. فعليا لو عندك حساب يو بلاي فوت حاليا وفينك تاخذ لعبه واتش دوكس 2 بشكل مجاني. حتى لو ما عندك حساب فينك تسوي حساب جديد وتاخذ اللعبه بشكل مجاني. فيا شباب هل اليوم اتمنى يكون عجبكم، اتمنى نهايه الفيديو لا تنسوا تدعموا الفيديو بزر اللايك، شاركونا بالتعليقات ارائكم عن الحدث، وبس اشوفكم بهذا التاني ان شاء الله.